ثانية تانين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أيها المتابعون الكرام، أرحب بحضراتكم من جديد ضمن هذه الانطلاقة وضمن هذا المهرجان وهذا المحفل الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه هنا في ميدان الشحانية بحضور هذه الأسماء وبحضور هذه الذلل الأصايل في هذا اليوم، يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر لعام 2022 للميلاد، في أول أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. مرحبا بالضيوف، مرحبا بمن حضر، بمن أتى هنا في ميدان الشحنية وفي دولة قطر، مرحبا وحياكم. انطلق شوطنا قبل لحظات، الشوط السادس عشر الخاص بالحقايق. القعدان هنا الإشعارات، أصحاب السمو والشيوخ والسعادة هنا من تحضر في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية. مقدمة الشوط المركز الأول وتابع في هذه اللحظات الفائز سعادة الشيخ أحمد لي آثاني، من ينطلقون ويقدم لنا انطلاقة الفائز، بينما النقلة والدور المركز الثاني وتابع في هذه اللحظات موفق وصلت هجر الغرافة، وبمتابعة سالم بالعامر المدهوشي من يقدم لنا انطلاقة وحضور موفق على المركز الثاني. المركز الثالث النقلة والدور، لكي نتابع نحن وياكم هنا عبر قناة الريان من تبث لنا هذا المهرجان، هذا مهرجان المؤسس الحاضر على المركز الثالث فوزان سعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، من يتابع لنا حضور فوزان. المركز الرابع اتابع في هذه اللحظات اللي حضر وانطلق هنالك شعار جنسيح السلم، حضرت في هذه الاثناء مع نايف، من يتابع لنا نايف احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الخامس اختم بهذا النداء، الحضور من الرهامي سعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك، من يتابع لنا حضور الرهامي على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة أيها المتابعون الكرام، مستمعون الأفاضل، أعود إلى بداية الشوط إلى المركز الأول، الفائز الفائز الله الله ينطلق إلى البداية ينفرد عن بقية المشاركين بهذا الاسم الأسطوري، الفايز الفايز، وبهذه السلالة الكبيرة ينطلق على المركز الأول هنا مع لائحة الكيلو 200، عين على الناموس، عين على النهاية، ما يبغي غير المركز الأول، وإلا فلا. انطلق شعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود الثاني ينطلق، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق بهذا الأداء الكبير المركز الثاني فوزان سعادة الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك، أيضا الحضور من مملج سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، ولكن الفايز الفايز، باي 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 باي، انطلق الى البداية سعادة الشيخ احمد بن خليفة بن علي الثاني يقدم لنا الفايز بهذا الاداء المميز، بهذا الاداء الاسطوري الذي يليق بهذا الاسم، يليق بادائه، بهذا الحضور المميز، والعصاب الابطان 400 متر اخير
أخيرة أخيرة البايز 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 إلى هذه اللحظات هو البايز في هذا الشوط بهذا الأداء المميز سعادة الشيخ أحمد بن خليفة. الثاني ينطلق مع الميتين متر الأخيرة ولكن فوزان حضر سعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله الثاني يحضر على المركز الثاني ولكن البايز قفل على هذا الشوط. تهانينا والناموس لحظة الفوز والانتصار معلن من خلاله والبطل البايز هنا شعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة الثاني المركز الثاني فوزان وسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك من تابع لنا فوزان من حضر على المركز الثاني. مركز الثالث شعار واجب سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب الجربوع المري من تابع لنا واجب. المركز الرابع مبلش سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني. المركز الخامس المرقاب لهجن المرقاب وبدر بن سليمان من قدم لنا المرقاب. تهانينا والناموس على هذا الانتصار لمالك البايز وشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة الثاني من انطلق وانتزع هذا الشوط بهذا الأداء المميز. التوقيت الزمني ست دقائق سبع ثواني 43 جزءا من الثانية هذا توقيت الفايز. ثاني نوال بي مبروك ست دقائق 13 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. المركز الثاني فوزان سعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الرحمن الثاني ست دقائق 14 ثانية 99 جزءا من الثانية. المركز الثالث المركز الثالث واجب سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني قاطع المسافة ست دقائق و 18 ثانية و 24 جزءا من الثانية. تاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين على أشواط تسمى